صباح الخير عليكم اخوتي العزاز، صباح النور، صباح الورد وصباح الياسمين، صباح المتابعين الزوينين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس نزاد عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي المرضيين والمرضيات اعطوني اللايكات ديالكم ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى جعل خاطركم. نايضه خوتي، نايضه على الاسره المشوهه، وبغيت غير شي نهار نحل عيني يوم نلقاش شي فضيحه عندهم ولا نلقاش شي كارثه. كل يوم عندهم الجديد، كل يوم الكوارث، كل يوم الكوارث. الله يسر الذنوب سعاد الذنوب المتابعين، قسما بالله يا خوتي فين ما نحل عيني يجيوني الاخبار. كنتمنى نفيق شي صباح بالقام تشدوا وقعت لي شي كارثه، ديما على الكوارث الله يسر على التقربيله عندهم. ايوا ملي غنبدا لكم هاد الخبير هاد الصباح، واش نبدا لكم بالعاقه وجنس الجنين والكوميشي والصراخ والبكاء والعكوشه شنو كتقول، اولا نبدا لكم بالسريعه وبوكريشه وشنو كيقول في الحوالات الماليه. بوكريشه بوكريشه وصلوا السكوب، بوكريشه خوتي داير رجليه في الكانون. غادي نتعرفوا، قالت لك السريعه حق مشيت عند بوكريشه البارح وبقى هو خوه وداك اللقاء اسطوري وكيعنق في خوه وانا كنشوف وكيبكي وانا بقيت ساكته. عرفتي اش بقيتي ساكته يا البقيقو؟ والله يا باباك تندير لك غير الفراشه، ما كاين غير الفراشه والورقه والسيلو، الفراشه والسيلو حمر مع البقيقو. غاد غندوز لكم العاقه والضرب والجرح، الضرب والفلاقه اللي عطاها زيزو. غنسبق لكم العاقه، غنسبق لكم السريعه. تصور اخوتي بوكريشه داير مع السريعه انها تجمع ليه مبلغ محترم، هذه راه قايله لها وقايلها لصحاباتها وكلشي وخبرت العاقه. بوكريشه ملي تشد قال السريعة نخرج لقى مبلغ محترم جدا، موتي فيه تعري فيه سعي فيه، المهم نخرج لقى مبلغ محترم حدا مع قسم هو 50-50. هي السريعة شنو اللي غيقسم معاها بوكريشة؟ غادي يقسم معاها المداخل ديال القناة، يعني شحال دخلت القناة. كاين ستاتيستيك ديال القناة، كيمكن لك تدخل شي قناة تعرف شحال دخلت من نهار اللي حليتي القناة شحال دخلت، وكل شهر حتى كتدخل كيعطيو كلشي كيبقى مسجل في اليوتيوب. هادشي اللي غادي يعرفو بوكريشه. السريعه فين كانت قاضي الغرض؟ السريعه كانت قاضي الغرض في فلوس الشكايات، في فلوس الصينيه، فلوس المحسنات المفتينات، هادوك اللي كانوا يدعموا ضدنا، هادوك هما الفلوس اللي كانت ضاربه في مده السريعه. كانت ضاربه يدا، شنو كانت كتبين لهم السريعه؟ السريعه كانت كتبين لهم غير هادوك الحوالات الماليه اللي كيجيو في سميه شنيتي كم جلطه القزيبه. هاد السميات اللي كيجيو الملايينات اللي كيجيو سميتها هما اللي كتبان، حيت نورمال شنيتيكا غادي شحال في سميتها اكيد غتقول لولدها جاتني مليون جاوني جوج جاوني. هادي غيسول بوكريشه وغادي يبحث بوكريشه اشنو كتبين لهم. ملي شافت السواني كيداروا ليها وان بنات بوكريشه كيتفرجوا وخواتات بوكريشه كيتفرجوا في دوك السواني، ناضت السريعه البقه الهاربه كتصيفط في سميت شنيتيكا، وهذوك المبالغ اللي كيجيو في سميت شنيتيكا هي اللي كتبين لهم، كتقول لهم راه هادشي اللي كاين. اما الفلوس اللي كيجيو في سميتها هي ما كانتش كتبينهم. ناضت هي ما كانش ضاربه الحساب ان الروباله غادي تخرج فيها وتحط لها التواصل. ملي تحطوا التواصل البارح في اللايف ديال الروباله واصل مع 14 مليون شحال، ناضو كيسولوا هاد الفلوس منين، اكيد الخبر وصلت لبوكريشه. ودابا هذه هي الطامه الكبرى، السريعه خارجه بها مسعوره السريعه وكتسب في المنصه وقالت لهم فلوس الحرام كيف شوفوا الحرام، راه ماشي غير هكاك. لا 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 لا، لان الخبر وصلت لبوكريشه وبوكريشه اكيد صبعوا تما، اكيد صبعوا تما على فلوس المحسنين تا ولا طامع فيهم. والسريعه البقيقو ما كانتش دايره مع هذا الشيء، دايره مع فلوس القناه. انا غندير الشوهه، غنخرج غنتعرى غنسب سعاد، غندير نشجع العقوق ونقسم معاك 50-50 كيما الكراج 50-50 داكشي خوتي في الوراق. دابا ملي بوكريشه عارف ان المحسنين ابار فلوس اللي كانوا كحتي كانت مبينه لهم غير الفلوس اللي كيجيو في سميه شنيتيكا، كتقول لي انا ما كنبغيش نعطي لاكارت ديالي انا هادي بالعلم يرعاطي سميتها وكنيتها وعارف حنا كلشي الروباله وسميتو الملين صحاح. هاد الملين غير اللي بينو غير اللي بان 14 مليون، عاد خليو شي واحد قال لك عاطي بوحدو 12 مليون، راه ملين صحاح اخوتي. راه كنقول لكم هاد العائله العيره هاد العائله المشوهه راه ضربوا يديهم ديال بصح. تصوروا 14 مليون زائد 12 مليون 14 زائد 12 26، وعاد زيد عاوتاني الحوالات الماليه 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم، هادوك ما باينينش. عاد التواصل اللي بينات الروباله، هادشي وصال بنت البكريشه واكيد بناتو وصلوا للخبيره وخواتاتو حسبوا الورقه والسيلو، راه كان اجتماع عاد شنيتيكا
الجامعه كيحسبوا شنو يجي كتقول لهم شحال 500 اورو ها حسبي ليا اختو وتفتخ ديري اي حاسبه وحسبي ليا الربا لا طلقه اللايف 5000 6000 تلقاو تما 14 مليون ها وانا اخوتي الكوميشي راه نايت صداع على هاد الفلوس ديال المحسنين والله قسم للسريعه تعرات السريعه ما كانش دايره الحساب ان غتفضح واحد النهار ما كانش دايره الحساب ان الروباله غتحط لها التواصل قالت غتقع كتهضر خاويه غتسبني وغتعايرني وغادي تمشي بحال الله يسهل عليها كانت كتشري الدايب مره براسلي مره الدويله راه في الحسيمه واخد الدار هادشي ماشي في خبر بكريشه وربيعته هذاك الشيء بتخبيه كدير لي وكتزيد الحسيمه تخزنو وترجع بحال ديك النمله اللي كتجمع وقت الشتاء النمله ملي كيلحق الصيف كتبقى تجمع 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 وقت السريعه كتجمع ودير الحسيمه تجمع وتهرب الحسيمه الذهيب من فلوس المحسنين بكريشه اكيد ما غيعجبوش الحال انت داير معاك 50-50 وكتسعاي على ظهر بكريشه انا بكريشه قال لي خاصو هادي بكريشه قال لي خاصو هادي استغلت الاسم ديال بكريشه في السعايه ومن حق بكريشه من حقه ياخذ من فلوس المحسنين فخرج بحال كتقول لهم فلوس الحرام كيمشيو في الحرام عبرتي عليهم بيني وبينك والله الا عبرتي عليهم ودي البقايقه الا كانوا هما فعلا محسنات ونعرفوا ما عندهم النفس ايوا نوضوا يديروا بك شكايه على المعيور اللي عيرتي من البارح وكتقول لهم فلوس الحرام كيمشيو في الحرام انو يطالبوا بفلوسهم ولكن فعلا ما كذبتيش فلوس الحرام كيمشيو في الحرام عاهما ما عرفت منين جاي منهم واش من الحرام ولا من الحلال وعاطينا من وحده كتديهم في الحرام من الاخر عاطيهم لواحد بنت الحرام قطره هذه ما فيهاش الخير هذه اخوتي والله ما فيها الخير دابا نايضة غتشوفوا الفيلم غادي مزيان هي ملي غادي يخرج بكريشه وغيطالب يطالب فلوسه وعقلوا على كلامي غيتواصلوا مع الروباله مازال غيكون تواصل مع الروباله من طرف الاسره ديال بكريشه وغيطالبوا التواصل وديك الساعه يلقيقوا غيشدوا قيطي داكشي اللي قريتيه قاري كتاب منه بكريشه راه بوكريشة هذا واجرك على الله الا كنتي انت البقيق والسويريعه هذا راه بوكريشة تربيه شنيتيكا ولد شنيتيكا يا الصقعه راك بلا ما نوصيك راك عارف الخبر في راسك ودي شنيتيكا السريعه وبناتو مرحبا مستاجر بهم من اجل الفلوس غيعقل عليك انت البقيق ويا البواله يا البواله يا البقيق ويا الشيطان اللي حبابك يا المدلوله والله بنيتي لا عاد تسنى يا تسنى اش كيتسناك حقا تكوني في الحبس ديك الساعه غتكوني في بيبيز دابا غندوزو للعاقه اللي مسخوطه بالطابع اللي خرجوا فيها ذنوب السعاد وذنوب الام ديالها عرفتي الا كان غير الزواج بحال هكاك الله يدعى الجد هذا الزواج وما يجي منه قسما بالله العلي العظيم الا ما كاين غير فلاقه ما كاين غير فلاقه من طرف زيزو مع العلم ان حطات واحد التصويره البارح كتبكي العاقه في انستغرام حقا شحال صعيبه تعرفي شنو عندك في جنس الجنين زعما انتظروا الحفلات انتظروا التجار في البشر بواحد البيبي اللي باقي ما تزادش حقا جنس الجنين حقا شدني الوجع وتوقعوا هذه السيمانه جنس الجنين غتحطوا لكم هذه السيمانه تحط لكم جنس الجنين حتى البارح العاقه حطوا واحد التصويره وزعما مأثره كتبكي يا ما كتبكيش على جنس الجنين ها والله ما كتبكي اخوتي غير على ايامها والله يا اخوتي لا كتبكي على الفلقه اللي كتاكل عند الشرق بئتي وشوفوا واحد القضيه انا سولت الناس وما نقولش لكم عاوتاني شكون اخوتي خلي المصادر ديالي موثوقه العاقه كتبغي زيزو العاقه اخوتي كتبغي زيزو قالك انا عبيه ما كتبغيش راه باغا عاد تاجر بيه وتاجر بعائلته ملي سولت قالك والله حتى العاقه قالك كتموت على زيزو واخا كيضربها كتقول لي يضربني وما يخلي لي العاقه حتى دابا العاقه شوفوا باها في الحبس شنيتي كان مستغلاها بعيده عليها السريعه كتحفر لها باغا تصيفطها للحبس صافي ما لقات حتى واحد العاقه لقات عشر كبئاتي راه كيجي مره مره يبوانتي يمشي بحالو ويعطي قطله ديال العصا ويزيد ويجمع ساكو ويزيد مقربله دابا العاقه باغا تخدم بهذا الموضوع ديال الخصام ديالها شفت القنوات صافي خرج وعرفنا حنا الكواليس داكشي اللي كانت مخبيه هي خرج القنوات وصلنا وهضرنا عليه وهادشي العاقه باغا تستغلو تايا كاين الناس اللي غادي نقول لك لا حق راه باغا دير البوز هي وزيزو لا 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 فعلا مقربله بيناتهم فعلا العكوشه ما حاملاش العاقه راه جات داك النهار جايبه ولدها بالزز وبهادو جايبه بالفلوس فهمتوا راه ما جاياش فابور صافي العاقه عرفت صافي اللي قلت الموضوع ديالي خرج الكواليس ديالي اللي كنت متخبيهم خرجوا القنوات القنوات هضروا على هادشي الكواليس حنا كتوصلنا وهذا الشيء راه بالادله كيوصلنا يا ودي العاقه انا باش عرفتك مشيتي عنده المحل وغادي عنده بالبينوار وكتعورطي بيك شنو كنت تما ساكن فاس باش تعرفي راه ما كنكذبوش عليك الضرب اللي كنضربك وداكشي كلشي في خبارنا ودي العاقه
كاين الناس قلت لا حق فيلم جديد لا باغني تجربي، فعلا هي باغا تستغل في التجربي، ولكن زيزو ما باغيش ليها. والشر كبئاتك يقول ما تجبدينيش، الشر كبئاتي خاصة تتشر لي تتشرشر لي الفلوس تدير لي تشرش هكاك علاش تشرش. يا زيزو بيع شبابو غالي والله الا عبر عليها بالله انا ما تبقاش فيا. كاين شي وحده اللي كيقول لا حامله حتى الكلبه راه كتولد حتى الطوبه كتولد حتى الجرانه كتولد ياك عادي. هي قالت على امها قالت لك الطوبه كتولد حتى الكلبه كتولد حتى الحماره حاشاكم كتولد اخوتي. هذه الكلام ديالها هي ايوا حنا علاش نرحموها؟ هي رحمه امها عقولوا لي واش هي رحمه امها سر العذاب. انا بغيت لها شي ولاده تكون صعيبه، انا بغيت لها شي حموليه اللي تدوز عليها العذاب كما دوزاتو على ديك الام، ومخلي ديك الام باقا كتعاني بسبب هاد العاقه هاد المسخوطه اللي جرجرت امها في المحاكم. ويا ترى العاقبه يا ترى العاقبه يا شنيتيكا شنيتيكا سمعت الملين داخت كتقول لي ما هادشي عمرني ما سمعتو انا حيت راه سولو شنيتيكا على الفلوس والحوالات الماليه وبكريشا ما عجبوش الحال على شنيتيكا كطي لها كارد ديالها. المهم قربله قربله خوتي والله القسم ولا شنيتيكا راه ما عجبهمش الحال علاش شنيتيكا كتعطي لها كارد ديالها قال لها كطي سميتك وكنيتك للسريعه وهي كتصيفط لك الفلوس سميتك وكنيتك راه غتجرك معاها راه غتغرق لان عارف انا مجرمه هما. دابا شوف اش نيتيكا الا كانوا شي شكايات راك غتجري انا كنقول لك اجب على الفلوس اللي نصبتو على المحسنين والله كانت شي شكايات تجري وداش نيتيكا نمينا القاسمي راه سميتك منشوره تما شنابح في الحوالات الماليه تواصل السريعه راه بقى يقول لك شاد غتغرقك معاها ديما السريعه تشك تشك ديما التوثيق الادله عند البقايقو علم الله الشاد على كتي شنيتيكا الله يخرج عاقبتك على خير بحال البارح مصوره لنا داك البيدوفيل. اي واحد كتصوروا السريعه اي واحد عريان كتصوروا السريعه كتموت على شي واحد عريان صوروا شنيتيكا بنت سعاد القرقوري البارح مصوره خو بوكريشه صورها سواد سميتو في الدار حشومه وعيب وعاري سيري المكبوته سيري الله يعطيك شي مصيبه في هذا النهار. تحياتي لكم المهمات ديالي الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش اللايكات ديالكم وضغطوا التعاليق والبارطاج تزوم خير.